1 2 3 4 5. أعزائي مشاهدي الجمهورية أونلاين، نحن الآن من مدينة الغردقة ننقل لكم آراء المشجعين منتخب مصر مع السنغال. الفراعنة بيلعب النهاردة مع السنغال، في إن شاء الله بإذن الله هي مصر لعبت مع فريق السنغال 11 مباراة دولية، منهم بطولة الأمم الأفريقية، بطولة كأس العالم، بطولة دولية. فازت مصر في بطولة على السنغال 6 مرات، السنغال فازت على مصر 4 مرات، بعد كده اتعادلنا في مرة واحدة. والآن نلتقي معكم مع المشجعين هنا في مدينة الغردقة. التقينا مع احد المشجعين في مدينه الغردقه. مع حضرتك فضل. اهلا وسهلا محمد عزت. اهلا وسهلا. النهارده ايه تعليقك ان شاء الله على المباراه؟ باذن الله كده. باذن الله ان شاء الله البطوله لمصر ان شاء الله باذنك يا رب، واتمنى ان شاء الله النهارده مصريه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. حضرتك توقعاتك النهارده ان شاء الله كده والتشكيل ان شاء الله 3-1 لصلاح مصر ان شاء الله. 1 لصلاح ومصطفى محمد جون، وزيزو هيحط جون ثاني. الفراعنه قادرين النهارده يحققوا حاجه ان شاء الله. لعبتنا رجاله ومحمد صلاح هيجيب الجون، و1-0 لمصر ان شاء الله. عبد الرحمن ان شاء الله 2-1 محمد صلاح ومصطفى محمد ان شاء الله باذن الله. اعزائي مشاهدي الجمهوريه اونلاين، نحن الان معكم برضو بنبث معكم بث مباشر من مدينه الغردقه، فبرضو بنشوف كده المشجعين. حضرتك تقول لنا النهارده باذن الله ان شاء الله مصر تفوز ويرجعوا بالكاس وتبقى الثامنه ان شاء الله. توقعي كام من النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله اهم حاجه مصر تفوز باي حاجه ان شاء الله. يعني ان شاء الله يعني 1-0 يعني 1 لمصر ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. احنا في جوله النهارده من مدينه الغردقه شمال مدينه الاحياء في منطقه الفيروز تحديدا، فبنلتقي مع برضو مشجعي الفريق. ان شاء الله نكسب 2-0 2-0 ان شاء الله لمصر. يعني اتوقع كام كده؟ 2-0 لمصر ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. اهم حاجه نكسب بس ان شاء الله يعني. ان شاء الله 2-0 لمصر ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله باذن الله. اعزائي مشاهدي الجمهور الان، احنا النهارده بنتكلم معانا اصغر مشجع للمنتخب. ايه؟ عرفي نفسك حضرتك. كارما. 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 ايه كارما النهارده؟ ايه مين اللي هيكسب النهارده؟ مصر. مصر؟ نجوان احمد. ان شاء الله مصر تكسب باذن الله. ان شاء الله نكسب في ماتش حلو، ان شاء الله نكسب بجوان كتير كتير ان شاء الله. ان شاء الله نكسب ان شاء الله باذن الله. باذن الله باذن الله. تعليقك النهارده على المباراه ان شاء الله؟ لا ان شاء الله كده ربنا يكرم ونرجع البطوله بقى ان شاء الله كده، عشان بقالنا كتير قوي ما فرحناش يعني، ان شاء الله نفرح النهارده. الفراعنه هيقدروا النهارده يعملوا حق حاجه؟ ان شاء الله تبنى في بيتها يا باشا ان شاء الله يعني. ان شاء الله 2-0 باذن الله. كل حاجه صباح الفل. ايوه انت بتضحك حالك كده. 1-0 معنا مكملين. حضرتك تتوقع النهارده كده ان شاء الله تبقى مصر تكسب النهارده ان شاء الله، وتبقى عام 22 لمصر وللاهلي ان شاء الله على مستوى الانديه الاثنين مع بعض ان شاء الله. ان شاء الله احنا مصر على فكره احنا لعبنا 11 مباراه، كسبنا 6 مباريات واربعه فازت فيها السنغال وسته فازت فيها مصر. دي حقيقه. واحده تعادلنا فيها ان شاء الله النهارده فوز ان شاء الله. ان شاء الله ويجي وكمل. حضرتك تقول ايه كلمه النهارده تعليق ان شاء الله باذن الله؟ ان شاء الله هنكسب باذن الله. ان شاء الله كام ان شاء الله كده توقعاتك؟ على الاقل 1 يعني. يا مسهل ان شاء الله. ممكن تسجل معانا يا فندم حضرتك؟ بالتوفيق ان شاء الله. بالتوفيق ان شاء الله مصر 2-0 باذن الله. توقعاتك كام النهارده؟ 2-0 ان شاء الله باذن الله. حضرتك ان شاء الله هناخد الكاس النهارده باذن الله ان شاء الله. بنكمل النهارده معانا كمان اجانب بيتفرجوا على المنتخب مصر. هار يو What do you think about who's the win today? Can you say? I think Egypt wins. Yeah. And if I should say, I think it will be like 2-1. Something like this. And you? What do you think? I think, yeah, Egypt can win 2-0. Thank you so much. Thank you. See you after the match. Okay, thank you. Thank you so much. مشاهدي مع زي مشاهدي الجمهور اونلاين، نحن برضو الان نتجول في مدينه الغردقه في احدى الكافيهات وننقل لكم مشاهد هذه. معنا اجانب برضو، معنا اجانب برضو بيتحدثوا عن اللقاء النهارده
هنكمل نكمل هنا. طب لسه انا لسه في معانا كمان تعليق حضرتك النهارده 2-0 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله. 2-0 ان شاء الله. ات ستار نجمة الثامنة ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. بنكمل معاكم اعزائي مشاهدي الجمهورية اونلاين. نكمل معاكم. تعالى كده شوف كده. So please, we'd like to ask you, who's the win today? What do you think about the football? I think Mohamed Salah will score a goal. Oh, you're from England. Liverpool. You're from England. Liverpool. Nice to meet you. Good. Thank you. What do you want to say to Salah now? Please say something for him. What do we say? Good luck, Mohamed Salah. Good luck. Yeah. And what do you play think? Play your best. We win how? 2-0. Thank you. And you, what do you say to Salah? Well, I think Sadio Mane will score the first goal and Senegal will win. Oh. Senegal is win. They will win. Salah, come, look, Salah. No, I like Mohamed Salah, but Mane plays for the same team, so my team, Liverpool, so I'm supporting both teams. I will say to him, you ask Senegal win. I say to Salah this one, don't forget, yeah? Well. What's your name? Because he know you. Oh, yeah. My name's Gary Moe. You remember me? You saw me at Anfield. I think Senegal will win, Mo. Salah, I think Egypt should win, and he's from England. Don't forget, huh? Say who's win? Say, please, who's win? Egypt. Say again, please. Say for him Egypt again. Egypt win. We win, huh? Don't forget. We win, not Senegal, okay? I share it, so Egypt's got to win. Inshallah, Egyptian is win. Yes. And we'll see you after the match. Definitely. Thank you. تابع جمهوري اونلاين. لسه بنكمل توقعات المشجعين في مدينه الغردقه. توقعاتك النهارده ان شاء الله 2-0 لمصر وابو صلاح يجيب جول باذن الله. ان شاء الله. لسه اعزائي مشاهدين جمهوري اونلاين احنا برضو لسه مكملين معاكم. مساء الخير. توقعات حضرتك النهارده في الماتش النهارده 1-0. توقعات حضرتك 3-1. انا اجيب جون منهم. توقعات حضرتك 2-0 محمد صلاح. 2-0 محمد صلاح. حضرتك بلاش من الكوره. شكرا جزيلا. شكرا. لسه بنكمل. So sorry, please, we'd like to ask you, do you like to watch the match today? No. You don't like to watch the match. So enjoy it. We wish all the best. أعزائي الجمهورية أونلاين، نحن الآن في مدينة الغردقة، بننقل لكم أحداث الماتش آراء الجماهير. كان معكم من مدينة الغردقة حسن حمدان. مدينة الغردقة. حضرتك إن شاء الله هنفوز 1-0 واللي هيجيبه محمد صلاح وهنحتفل. احنا منتخب السبع نجوم 7 ستار وي وين ان شاء الله.